غدار دي نيوز. في غدار دي نيوز سنتحدث عن مستجدات الوضع السياسي في الكويت. أعلن الشيخ مشعل أحمد الجابر أمير دولة الكويت في خطاب تلفزيوني يوم الجمعة حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية. جيو إكسبرس. قد لمسنا كلا الفترة، بل وحتى قبل أيام قليلة سلوك وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة. فهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته، وآخر يعترض على ترشيح البعض الآخر، متناسيين جهلا أو عمدا أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد اقتحام أسواره أو الاقتراب من حدوده أو التدخل في ثناياه. معنا مباشرة من الكويت الإعلامي والمحل السياسي ماضي الخميس، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا. أهلاً شكرا أهلاً. ليك. إذا نتوقف معك حتى نتبين هذا القرار الأخير بالكلمة التي قال: لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة. ما هي هذه الأسباب التي تكمن وراء هذا القرار الذي تم الإعلان عنه يوم أمس؟ طبعا القرار الذي اتخذه سمو أمير البلاد بالأمس هو يأتي نتيجة لكثير من التداعيات التي حدثت في الآونة الأخيرة، ومن مراحل من التصعيد المختلف من قبل أعضاء مجلس الأمة، برغم من التحذيرات والتنبيهات يعني الكثيرة التي أطلقها سمو الأمير سواء علانية أو في الجلسات المغلقة للسادة النواب أو أي شخصيات أو تيارات من شأنها أن تقوم بتأزيم الأمور. الواضح من تصعيد أو تصاعد وتيرة تحدث العلاقات بين الحكومة والبرلمان في الفترة الأخيرة أن هذه النتيجة هي ما سيحدث وما سنصل إليه. وفعلا مثل ما كان الكثير من المحللين السياسيين والشخصيات العامة متوقعة بأن يكون هناك إجراء في حل للبرلمان وتعليق، لأن يعني أعطي البرلمان فرصة كبيرة للتفاهم مع الحكومة ولم يعني يفلح الأمر، مما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء، لأنه سيتم بأي شكل من الأشكال خاصة بعد عزوف يعني جميع أنه أعضاء مجلس أمة عن قبول الدخول ضمن التشكيل الحكومي، خاصة وأن الدستور الكويتي يلزم أن يكون في الحكومة ممثل عن البرلمان. ففي حالة عدم وجود قبول لأي شخص برلماني من الأعضاء أن يدخل في الحكومة، بالتأكيد لن تستطيع الحكومة أن تتشكل وسنصل أو ندخل في نفق مظلم. فكان هذا القرار الذي اتخذه سمو الأمير لمراجعة يعني الأوضاع السياسية بالكويت بكافة الاتجاهات وفي مختلف المجالات، ويعني إلى أن تم تحديد المدة بأن لا تزيد. هذه المدة قد تكون سنة قد تكون سنتين، حسب ما يعني قيل أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة للنظر في هذه الأمور. نعم، هي ربما من بين الأزمات التي تعيشها الكويت في السنوات الأخيرة هي الأزمة الاقتصادية التي ناجمة عن انخفاض أسعار النفط وخفض الوكالات الدولية التصنيف الائتماني للكويت في سنة 2020، بالرغم أنه يعني الكويت هي أحد أكبر مصدري النفط في العالم. هناك نقاش كان دائما مطروح وهي مسألة ضرورة الإصلاحات الاقتصادية لجذب المستثمرين الأجانب ولضمان كذلك التطور الاقتصادي الذي كان محل جدل. هل الأزمة الاقتصادية هي التي حددت إلى جانب الصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة؟ لا طبعا، الكويت لا تعيش أزمة
اعتقادية مثل الوصف التي ذكرتي، يعني التداعيات الاقتصادية البسيطة هذه تواجهها يعني أغلب الدول، ولكن لا تعيش أزمة بمعنى أزمة. الحمد لله يعني اقتصاد الكويتي متين والملاءة المالية كبيرة، ويعني مصادر التمويل، لأن الكويت لا تعتمد في تمويلها فقط على النفط، ولكن تعتمد على مصادر أخرى مثل مشروعات الاستثمارات الخارجية وغيرها. ولكن أكيد التداعيات السياسية تؤثر على كل شيء، يعني التصعيد السياسي والتأزيم السياسي يؤثر على الاقتصاد ويؤثر على التربية ويؤثر على التعليم ويؤثر على المجتمع ويؤثر على الإعلام ويؤثر في كل المجالات. إذا كانت بلد يعني تعيش تحت يعني ضغط سياسي كبير، أكيد كل المجالات الأخرى تتأثر. فلذلك الآن الأغلبية من الشعب الكويتي يعني متوقع حصول انفراجة في مجالات كثيرة خلال هذه السنوات التي تم إعلان يعني تعليق البرلمان فيها، أن في المقابل في مقابل تعليق البرلمان يجب أن تجتهد الحكومة بتسيير الكثير من المشاريع المهمة التي كان المواطن بانتظارها لسنوات طويلة، وهي مشاريع موجودة في الملفات وموجودة في المخططات ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع لأسباب عديدة. نتمنى الآن في ظل هذه السنوات المقبلة أن يكون هناك فعلا يعني تنفيذ واقعي وحقيقي لمثل هذه المشاريع. إذن سيتم خلال هذه السنوات دراسة جميع الجوانب المسيرة للديمقراطية ورفع نتائج هذه الدراسة. نعم. والمراجعة لاتخاذ القرارات المناسبة. أي جهة سيتم رفع هذه القرارات أو هذه النتائج، وبأي صيغة سيتم يعني بلورتها وتجسيدها؟ هل سيتم إعادة انتخاب برلمان جديد؟ بأي صورة ستكون؟ طبعا الجهة هي لجنة مشكلة يأمر سمو الأمير بتشكيل لجنة بالتأكيد تضم خبراء واختصاصيين وقانونيين ودستوريين وغيره، وهي ترفع تقريرها أكيد لسمو الأمير شخصيا يعني وليس لغيره. وبعد أن يتم إجراء تعديلات إن وجدت بالتأكيد أن ستكون هناك انتخابات، لأن الآن مع المرسوم الذي صدر بالأمس هو حل البرلمان، فإحنا الآن واقعيا بلا برلمان، لا يوجد فرد برلمان في الكويت. فبعد ما تقوم هذه اللجنة بالمراجعات خلال الفترة التي سيتم الاتفاق عليها أيا ما كان، سيتم إجراء انتخابات مجددا وفق هذه الرؤية. نعم. سؤال أخير، اليوم في إطار ما تعيشه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، من متغيرات جيوسياسية وما يحدث كذلك من الحروب المتاخمة لهذه المنطقة، هل يمكن أن تكون يعني لها تأثير حتى وإن كان بصفة غير مباشرة على ما يحدث اليوم في عدة دول على غرار دولة الكويت؟ يعني الكويت مثل أي دولة في المنطقة تتأثر يحدث بالمنطقة، ويعني كل متغيرات كل الأحداث الجديدة كل الأمور المختلفة أكيد تتأثر فيها الكويت وتعيشها. فلذلك يعني لن يكون هذا الأمر خارج يعني المنظومة الخليجية أو خارج المنظومة يعني في المنطقة الشرق الأوسط أو المنطقة المحيطة بنا. فأي شيء يحدث في هذه المنطقة يتم يعني بالتأكيد يتأثر فيه، ولكن يفرق بين دولة ودولة واستعدادها لهذه المتغيرات وكيفية تقبلها وتأقلمها معها. نعم، التأثير كان على أي مستوى مثلا بالنسبة لي؟ في أي مجال حضرتك يعني تدينا أنا أقول في أي مجال من المجالات تحدث تغييرات اقتصادية ستأثر، تحدث تغييرات بأي شكل من الأشكال أكيد يعني كل دول المنطقة ستتأثر بهذا الشيء. نعم، شكرا لك أستاذ ماضي خميس الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من الكويت. هكا وصلنا نص ساعة الأولى، نفتح المجال لهاجر تعطيكم آخر مستجدات الساحة الوطنية والعالمية، ونرجع معكم مع بقية فقرات البرنامج.